لو في حاجة واحدة جيدا سميث بتحبها في الدنيا دي فهي الاتنشن، وان الناس كلها تفضل تتكلم عنها. بعد ما ويل ضرب كريس روك في الاوسكارز السنة اللي فاتت يوم 27/3، كل العالم اتكلم عن اللي حصل، والصحف والمجلات، وكانوا ترند على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، وناس كتير لامت على جيدا انها اختفت بعد اللي حصل وصوتها ما تسمعش يعني. وفي الواقع هي ما كانتش فاضية، لان في شهر 4 على طول جيدا استغلت الفرصة واعلنت انها هترجع بسيزن جديد من البرنامج بتاعها. وهتعمل ايه طبعا عشان تزود المشاهدات؟ تبدأ انترو البرنامج برسالة ان عيلتها الاسابيع اللي فاتت كانت مركزة انها تتعافى من اللي حصل. وطبعا هنشير معاكم رحلتنا في التعافي هنا في البرنامج، بس في الوقت المناسب، فخليكم تابعينا. زي ما كانت عايزة بالظبط، كل الإعلام اتكلم عن البرنامج، بالذات الحلقة اللي طلعت اتكلمت فيها عن اللي حصل في الأوسكارز. بعد حبة الدنيا هديت ومبقاش في أخبار قوي، وده ما يعجبهاش طبعا، فقالت لك بس